نظمت وزارة الشباب في بيت شباب عمان الخميس لقاء حواريا حول أبرز التحديات التي تواجه فئة الشباب. وزير الشباب المهندس حديث الخريشة قال أن الشباب الأردني يحظى برعاية ملكية سامية وضعت الشباب الأردني على سلم الأولويات الوطنية، ووجهت الحكومات المتعاقبة على دعم قطاع الشباب والارتقاء به وتعزيز دور الشباب في الحياة العامة ليتمكنوا من خوض غمار الحياة ومواجهة العقبات التي تواجههم. من أهم الأمور اللي دائما نسعى إليها هو إشراك جميع فئات المجتمع، وهذه توجيهات جلالة الملك، وإشراك جميع فئات المجتمع باتخاذ القرار. وهذا الأمر فيه أهمية كبيرة، وقد ترجمت هذه المواضيع بداية فيما يتعلق بالشباب بالدرجة الأولى بتعديل العديد أو وضع تشريعات تتيح وتسمح للشباب بأن ينخرطوا بالعمل العام، لأنه يجب على الشباب أن يبدأوا بالعمل والاهتمام بالشأن العام حتى يكونوا جزءا من قاعدة اتخاذ القرار. ووضعت القوانين اللي معنية في البلديات واللامركزية، وسمحت لفئات الشباب من عمر 25 فما فوق بأن يخوضوا الانتخابات في البلديات واللامركزية. مبادرة محاربي السرطان مبادرة أنشئت تقريبا قبل 6 أشهر، أهدافها أنه إحنا نراعي مريض السرطان. إحنا عارفين مريض السرطان دائما خلال فترة علاجه بيواجه كثير من العقبات، ممكن نفسيته أنها بتتعب. فالعقبات هاي لاحظنا بالنهاية أنه هاي العقبات بالعكس بتصنع العظماء، فصنعت من المحاربين قصص نجاح مخيفة جدا. وناقش الشباب مجموعة من القضايا التي تواجه فئة الشباب كالبطالة وتوفير البنية التحتية الرياضية في كافة المحافظات ودعم المبادرات. كطالب جامعة الإنسان قاعد أشوف كثير شباب مثلي منهم، فاكتشف إنه في كثير شباب عمرهم 20 سنة بس من جوا ميتين، ما عنده هدف، يعني خلاص الجسم 20 لكن الروح 50 60 70. الشباب إيش بحاجة؟ إحنا كمدينة رياضية محافظة الصلت مغلقة، موجودة بس موجودة وعدم واحد، بالآخر بتحكوا ليش الشباب بالشارع؟ بدنا مكان خليه مكان تثقيفي مكان اجتماعي. كثير كنا حابين احنا كمرضى سرطان انه حتى الفئة الاضعف عندها القدرة انها تعطي، مش اشي صعب. ممكن لما بدك تيجي تحكي لمريض فعليا انا هيك كنت انه اعطي اعمل، يقولك انا ايش بدي يطلع في ايدي، انا دوبي حالي دوبي مرضي دوبي علاجي، انه اسف ما بقدر.